جزاكم الله خيرا. من أم أفنان من مكة المكرمة سؤال تقول فيه: هل تنقطع صلاتي إذا مر أحد أطفالي الصغار أمامي وأنا أصلي؟ لا يقطع الصلاة، الطفل لا يقطع الصلاة لأنه ليس مكلفا ولا يمكن ضبطه ومنعه، فهو لا يقطع الصلاة. إنما التحريم والإثم خاص بالكبير الذي يمر بين المصلي وبين سترته أو يمر قريبا منه. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار أمام المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. نعم.